اوكي، لحد هيك على الشنبات. اول شيء شنبات ابو حدو هدول سويتهم على كنين. هلا والله حبايبي، هلا والله بالبنشاويين. قوية هالمرة. لا حدا يلي جمعة مبارك عليكم جميعا، كلكم اصدقائي وهلو. وقبل ما نبلش بحلتنا اليوم بسكم، رح ارجع نبه شباب لا تخلطوا بين شخصياتنا اللي باللعبة وشخصياتنا اللي بالواقع. رجاءا والله، شو نحن اصدقاء بالواقع وبنقعد مع بعض وبنحب بعض وبنبوس بنبوس بعض، بس يعني انه رجاءا كافي حركات الولدنات والمسبات اللي عم بتصير على الخاص على الانستغرام. طيب ليش عم تجوا بتسبوا الاهل؟ طيب والله عيب يعني. ومثل ما وعدتكم اليوم شباب، رح ننزل حلقه سكام يلي رح يكون فيها الرد على ممكالو بعد ما اخترق بيسنا. وطبعا في تفاصيل رح ورجيكم اياها بالفيديو مشان تفهموا كل القصه. بجيب لك كيس شيبسي يا معلم وركز معنا بالفيديو، لانه اتوقع بعد هذا الفيديو رح يطير بيسي على الاخير. لنشب يا اخي، اليوم الثالث وما في اي حركه شباب خارج بيسنا. سياراتنا موجوده بس اتوقع صار بده تصليح، لانه دخلنا باليوم الثالث واتفقنا نبني ابراج ونكبرها للدفاع والحمايه. اخوي ليش تعب حالك اخوي؟ خلص اخوي يا والله ما يصير ما في فرق، يعني احنا كثير انت حياتك طلعت برا الكومباوند معرض للخطر. ما هيك يعني، ما تعرف مطلوب. ما تعرف يعني انت يصير بحركة هذا الغدر. ياب انا اليوم حاسس بحركة غدر قوية جدا جدا. اي حدا يمسك اليوم فينا او يستشهد يترك رسالة ويروح. يعني خبرنا ايش وصيت الاخيرة. السلام عليكم شباب، ايش بدنا نساب حدو؟ بدنا البلانك. بلانك اخي، بلانك بلانكات. ايش برحة هما برحة هما اكل ببغاء غراب. ولاك بلا مشاكل من هلا. اسمع إيش؟ اكل غراب فاخوك يحطه مشان ما يصير معك كورونا. ها ها اقول ورك بنش لعيونك اخوي. لعيونك يا اوه. اوكي شباب، حمادي لما صرنا 3 ايام غايبين، ايه بدي نطلع طول شيء حمله هذا. اوكي تفحيص الغام. ومثل ما شايفين غبنا فتره ورجعنا، فحاسين في دق ناقص والغام برا البيس. ثواني شوي، ثواني ايش في؟ احس في صوت في صوت تحتك يا اخي. طيب والله العظيم ضمن منطقتي. طيب لكم متجوب. لحظه فيك جس، لحظه فيك جس، لحظه فيك جس، كل واحد يجي يود جسته. فين يود جسته؟ ولا واحد يا شيخ. لكن المشكله انا عرفان، بس يعني غبيه الحركه اللي صارت. ما هو هذا وايل رقم ثاني. هات رقم ثاني، جيب لي البانسه، جيب لي البانسه. بانسه عاديه، جيب بانسه. يب يب يب. انا راح الود جسته. اسمع يا راح ينفجر اللغم فيني، يا راح حسين افكه. ابو حميد ما فيني، ما تخطيط ما عندك تخت؟ لا يس، فكينا اول لغم جايز. نايس اي لغم، لغم ببلاش. شباب حد خبير الغام بلش شباب. بعد اخي بعد بعد المنطقه ملغمه كلها. في لغم ثاني شايفه من هون بس ما بدي ارقد اتعجل عليه. اوكي ابو حد انت قده. وي لاف يو. مو انفجر قدام البيت، انا ما اعرف كيف انزرع قدام الباب هنيك. لا مزبوط، عاش مدى العالم مزبوط. لا 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 تطلع بالسيارة، ثواني ما تفتش الطرف الثاني. هاي لغم ثاني، لغم ثاني عند الجسر. يا اخي هدول اللي يفوتوا هيك ببعض والله العظيم يعبطوا له. هدول اللي يفوتوا هيك ببعض طيب بعدين يصيروا. طيب واحد شلون راح يفكون؟ اطلع من على اليسار بعدين، اطلع من هون بعدين على اليسار. اوكي لا تكمل ساوي. طبعا مثل ما شفتوا تكبدنا خسائر بشرية ولكن ما في اي شيء مادي. واللي كان مسوي هالحركة باريو والشباب، فقلنا نروح نسلم عليهم ونرد لهم الدين مباشرة. بدنا اكل والله، في عندكم اكل بالبيت؟ لا ياكل على الطريق تعال. ايش نسوي يا ابو حدو؟ ننزل؟ اوكي. بلعب 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 حدو. لا جيجي. خفف خفف بسرعة، خفف بسرعة، خفف خفف. قرب دخل دخل. ايوه عبيه. جول. يلا. درينك. اي أيوة والله بدها ديرينك. خليك ساوي، خليك ساوي، روح اطلع بعدين يسار ويمين. ما يجيب العيد هذا. هي واقف. ايش هذا؟ ايش هذا اللي هون؟ موتور كان هون. معقول حدا اخذ الجراج؟ لا هذا بس في حدا كان هون. فاضي؟ فاضي. والله الاكس حلو راجل. الله يا الصخره. تعال طلعنا لك. ولا ارجع ارجع الطرف الثاني، نرجع بالعكس، نرجع بالعكس. ايش في ابني اخط الدريفتنج؟ ضربت صحتي. يمين 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 يمين. سريع بس بدي اياك فورا تركز معي. يمين. رح توصل عند بنكر، رح توقفنا عنده. اوكي؟ دوس.
لا توقف لا توقف لا تحاول تدي اوكي نو رياكشن ما بدي رياكشن اوكي انزلوا بسرعه انزلوا بسرعه زرعونا الغام ما نرجع الا براسه انا اروح افزع له تمام هو يزرع لي الغام يحول لي السياره للغام باطل ابو حدو نو وي ما في حركة خلينا ناخذ نهدي اللاعبة باريو ديد جايز انتبهوا اوكي بالبيت بالبيت اتوقع كسرت رجل هاني يا روج لانه كانوا مع بعض اوكي بس باريو ما اعرف وينه انتم بتعاونوا من عندي واحد يكمل الشباب اللي معه سنايبر يجي واحد من عندي لازم ارتاح انا قتلت اول مره بس بدي يرجع يلوت اجى برتقاني اوكي اعطيته طلقه ثانيه ناو هو بوم ماي دور ممكالو واحد منهم هرب لورا الباب لورا البيس اوكي انتبهوا اوكي طلع برا يعني لا لا بس هرب لورا البيس الكبير مين معه سنايبر غيري معي لا يا الله قصيت الطلقه دك دعم اوكي اتوقع انه ديد يبار ديد يب يب مات مات واحد نادي وين وين هم برا شفته 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 لو كثير لو كثير يسار يسار اتوقع ديد 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 كله ديد كله ديد عندك من الزاويه هم رش رش لانه نزلته وان ديد اوكي شفته هيك من الفتحه ديد يب ديد يب ميت ميت يلا تراجع خلص وصلت المسج اوكي Stop it, get some help. ابو حدا يغادر شباب تقدر ما اقدر انا خلص ما ضل معي رصاص كثير ايوه انا ما معي سلاح ابدا ها مثل ما شايفين هايطنا زياده عن اللزوم وفضي رصاصي وروح على ابنك كنا راح نجيب ام العيد تراجع تراجع انا ما معي رصاص ما فينا نسوي شيء تعال صخره ثواني لاعبي تعرف لغم لي المنطقة تروح لي نقاطي اقول ارجع النقاط واقف ورا السور تمام انت ضربته طلقة معلم واقف عم يقوم اي والله ارجع ارجع فوت لجوا فوت دعس دعس هم ارجع لجوا خلص اطلع بوز اطلع برا انت مو قلت لكم راح اجيبوا العيد ويدعسوا بعض اطلع روح انت اطلع صف وراي خد كفر شايفه خليك متشطح لا تفي خليك متشطح هو لحاله قام ساك انزل شفته 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 اعطيته هيت وين صايف زك على اس اي على اس اي اضرب عليه اضرب انا اعطيته رصاص من مسدس تعال 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 جاهز السيارة حمي السيارة حمي السيارة حمي السيارة في زومبي يجي بسرعة يعطيك العافية كان جابوا العيد بنص المعركة على فكرة أنا قلت راح توقف تاخذني مو تدعسني اطلع روح هون على الرصاص ما ضل معي طلق شباب مستحيل أكمل فايتك على اليسار اطلع على اليسار خلينا نفوت بالمدينة أوكي ميدي خلي عينك مفتح احتمال يجوا لعنا على البيس أوكي يلا أتوقع يعيدوا الغارة وصلنا لهم المسج هلا والله بالبنشاب جيتوا سياره اما بسرعه صرنا طلع بسرعه 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 طبعا كنا متوقعين بوقتها رد باي لحظه وعم نستعد وبالنسبه للطلق بهي اللعبه يا شباب حكايه تانية وقصه تانية ولازم تجيب له 1000 شغله وتدور على 1000 قصه خلاص 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 ابو الله بيتكلمك اخي انت تقول لي سنايبرك تقولك سنايبر لا الموس طلع بوزو ايه بوزو ما مش عارف
انا من دخله لك بوزو سكر الباب سكر الباب لك بوزو يا ترول ايش في يا نعال يا حرام زاكش جنبه طيب جمعنا الاغراض اللي بتلزمنا وزبطنا وضعنا وانتظرنا بالبيس على امل انه يجي حدا او يردونا الغارة ولكن يوميتها للاسف ما حدا بين هاي كلب بس شيل هذا اللوت لو قدام هالور سويت طلق لحالك كتير انا لا عبلا يعني هذا ما جيت يعني الشاي برد يا اخي صاركم 45 تعال طعميك شي وهلا ركزوا معي باريو شغلته صار يزرع الغام قدام البيس مشان نضل كل ما نطلع يفجرنا ومم قالوا ما عنده بيس في اختصاصه كل ما شاف بيس حدا يروح يضربه وبنفس اليوم بعد ما سوينا العملية ونفذناها كنا متوقعين الرد وبالصدفة دخل برينكي وسمع صوت انفجار برا البيس وسمع صوت سيارة اشتغلت وراحت زل بقرب عند السور احس ليكون مو بار ليكون او ماي جاد زل اللي ببالي وصدقا هاي الكلمة اللي حكيتها مم قالوا بدي يريد بالفعل كنت شاك في ممكانه انه يجي يريدني بس ما توقعت ايمتى ابدا انا حطلع على السنايبر روم او ذروك مساعد روم ولكن بالبداية فكرناها غارة من الشباب باريو والشلة اوه انا رشق دمي كانت هون ورا السور سمعته عم يدور عم يدور ما عم يدور معه ابلع مين فجر لغم انا متت وات فجر فيك لغم فجر زرعينا الغامة دول وبلشنا نتفحص المنطقة بهذاك الوقت بالليل ونشوف مين موجود ولكن ما شفنا اي اثر لاي حدا وما سمعنا اي صوت حوالينا الوضع كان غريب جدا ولكن تاني يوم بعد فيديو ممكالو بلش يتوضح لي كل شيء وراح اوضح لكم كل شيء هلا بالباب التاني يلي ما شفته او ما صورته انا طلعنا لبرا وشفنا جثة بالبداية فكرناها جثة باريو واخذنا راسها وهي هي الجثة يلي عم اشرح لكم عنها مثل ما ملاحظين في جسم فكفكي على طرف بس لمين؟ طبعا كلكم بتتذكروا فيديو ممكالو وركزوا معي بهي النقطة بالذات ممكالو اجى على بيسنا ترى شباب بالامس جيت لفيت ام المكان حاولت اسوي اختبارات كتير وانفجرت بلغم تخيلوا معانا شباب فوق كل هيك انفجرت بلغم كانوا زارعين لغم هنا او هنا يعني انفجرت وعلى السريع طلعت بعد ما سمعت الصوت زارعين لغم هون بالضبط ولكن انا ماني زارع ولا لغم برا البيس واللي كان زارع الالغام برا البيس هو باريو فلغم باريو انفجر بممكالو والصوت اللي سمعه حميدي هو صوت اللغم تبع باريو اللي انفجر بممكالو فممكالو سمعوا شو راح يحكي هون وعلى السريع طلعت بعد ما سمعت الصوت قلت عشان لا انفضح طلع بسرعة بعد ما سمع الصوت لأنه في واحد من كلاننا دخل فجسة ضلت برا ونحن اللي وجدنا الجثة بالليل وهلا نجي لليوم يلي بلعنا فيه الرد ودخلت انا وهي ردة فعلي والرد يلي راح يصير في شغلة تانية انا ما بعرف انا بعرف الاي كيو عن ممكالو عالي كتير بس انه ليش كسر حيطين وكان فينا يكسر حيط واحد من ورا بتكون راس ممكالو هلا راح اورجيكم المفاجأة اللي ما كنتوا بتتوقعوها بيسنا مثل ما شايفينه هذا هو الشباب قدروا يصلحوه هاي يور فريند ميوزك ميوزك اقتحم بيتنا شباب مثل ما شفتوا كسر هنيك وكسر هون بالعكس انا ما بعرف مع انه كان بيقدر يكسر حيط واحد وثواني بصير السياره اللي سرقها اول شيء هي سياره هاني يعني متذكر بالحلقه اللي راحت واد باريو اجى طلب دعم مني اعطاني سياره والسياره كانت لهاني بس ولكن امبارح بالليل بتوقع شرحت لكم قصه الليل والانفجار اللي صار ما انتبه عليه ممكالو انه جستو ضلت راس ممكالو ضل عنا هلا والله بممكالو هلا والله حبايبي هلا والله حبايبي راس ممكالو عنا شباب مو محتاج اني اروح اجيب راسه بقى صار من عندي اكل توقعت اكثر من هيك ممكالو يكون حرامي اكل بالاخير العلم رجعنا رجع العلم وراك وراك اعطيه بوسه وتعال خذ الرضا ولاك من عمك ممكالو وينه معلق راسه على الحيط ممكالو عرض علي انه اذا رجع له البيس رح نبقى اصدقاء بس ما اتوقع خلى مكان للصلح ابدا تمام وراح اوصل له هالمره رسالتي هذا البيت مستحيل يرجع يسكن فيه ممكالو شباب تتذكروا بفيديو ممكالو راح تخبى وما فتح الخريطة وما خبر اي حدا والاعتمدت عليه بس التضاريس يلي حواليه بحاول اني الاقي البيت لانه حسب هو ما فتح الخريطة ولكن بيته قريب من الثلج راح يكون هون على الحوار شباب مزرعة وكان وراها ثلج ممكالو يحسن يريد البيت كامل وما يريده والله كان ليفصفصنا ليطالعنا بالزلط بالكلاسين لبرا زلمة اخذ الاكل تبعنا ما ترك لنا شيء
عن جد؟ غير خيطين. هلا والله بالتراكتور. بلشنا عملية البحث عن ممكانه. التراكتور من أخي؟ ما بعرف. جديد هذا. فتش البيوت إذا بتلاقي شيء مقفل اللي. ماشي. ولكن للأسف ما كان بهي المدينة كمان. ما أعرف وين بيته المخبي اللوت فيه الأساسي. دي مقولة تبعيت كوليب وتعالى للزير سالم وإن صالحت شكيتك لله. وهذا الحكي لكم أنتوا كمان يا البونش. إن أنا غدرت وكمشت وصالحته شكيتكم. ممكن نقول غير مطارح البيت. أخي ممكانه ما أعرف. ليش يغير مطارح البيت يا شباب؟ والله العظيم كل بيوتنا مكشوفة إلا هو الوحيد ما حدا بيعرف وين مكان بيسه. تعرفوا إيش؟ يطلعونا الغام باريو هلا با. هذا باريو معلم رايح جاي لغم العربي. اتوقع اني لقيت البيس. بالنهايه نجحنا ولقينا المكان. اني لقيت البيس. هلا والله حبايبي. هلا والله بالبونشاويين. بس لا يا شباب هذا مغير البيس انا متاكد. وين السياره؟ هي بيب هذا هو بس وين السياره؟ اخذ السياره على بيسه بيكون؟ يا شيخ طيب والله العظيم طيب والله العظيم عم نتعب وعم ندور اخر شيء يطلع اخذ المكان. طب انا ايش احذر يعني وين بيسمه مكانه؟ مغير المكان. ولكن للاسف ما في اي اثر لللوت ولا لممكانه ولا للسياره. ممكن يكون نقل اللوت على بيسه الاساسي ممكن اخذه لعند الشباب. ما في اي امل نعرف لوين. ما يصير يا شيخ. لا ما في لا صناديق ولا شريك ناقلون على بيسه الاساسي. طب ليش يحكي انه خبى اللوت هون واللي بده يجي ياخذه ياخذه هيجي وينه؟ اللي صار كنا رايحين لعند بيس باريو نتاكد اذا السياره موجوده هنيك معناها اللوت هنيك. وفجاه واحد من الشباب بيقول لي انتبه احتمال ممكانه كان تعبان وخبى اللوت بس بالغابه. حاط اللوت بالغابه. والله طلعوا رح نحاول افتش على نطاق قريب. احتمال ممكانه ما يكون بعاد كثير يكون مثل ما قلت وحط اللوت بالغابه. احتمال جدا كبير يكون خبى السياره بالبوش وخبى لهذا. سال باريو ما اتوقع باريو ما عنده خبر بالقصه كلها. هي لقيتها. اي والله اي والله او ماي جاد. والله حبايبي يا والله ممكانه. هلا والله ليتس جو. روح نجيب لوك بيك معناتها تمام ونجيب عده التكسير. سيارتنا ثواني يمكن بلكي تلاقي سيارتنا. خليكم اوكي خليكم تضل انا هون. خليكم وتخبى. ماشي نايس جاد ثانك يو على النصيحة اني ادور بالغابة. انت شوفوا عمل خطة ذكية بس انه نزلها شوي لتحت. انا كان ببالي يا اخذها عند الشباب يا راح. ما اتوقع انه نقلوا اللوت تعذب فيهم. لا معلم لوتا اللوت اللي اخذه من عنا هو موجود بالسيارة لسه. هلا هيك بكون اللوت رجع لنا ومن قالوا يا حرام ريد البيت 3 ساعات على الفاضي. بالاضافة وصل لنا راسه يعني جاب لنا مثل سمعان المثل بيقول لك اجيب لك راسي على طبق من فضة. ممكالو هيك سوى معلم اجى كسر الحيط كله. انا ماني خايف من ممكالو خايف من الغام باريو. ما لقيت شيء. لقينا السيارة معلم. برب مخبية بالغابة تحت. رجعت على البيس بسرعة مثل ما شفتوا وجبت عدة فك الاقفال لحتى احاول فك القفل تبع السيارة. يلا جيت انت؟ نايس. هير وي جو. ويلكم. ليتس جو ابو حدو كفو. او ماي جاد ثواني هذا ايش هدول ايش شباب الصناديق. او ماي جاد حطهم على الارض حطهم على الارض مشان اتاكد. علي يا اخي يا اخي كله ليتس جو. لا اقول حقني بالسياره. انا قلت لكم شباب معلم انا ما بصراحه انا بعرف ما ارجعها بس الشباب عم بيقولوا لي انتبه يعني احتمال ما يكون بعد كثير خباها بس قلت لهم بالغابه مستحيل يعني فهمت كيف؟ حط له لافته محل السياره هلا. اي والله اقسم بالله جبتوها. ارجع الاغراض اكتب له فروم يور فريند ابو حده. اقفال الذهبيه ما خرج عليهم شباب اقفال فضيه اوكي يعني شفتوا فتح مع القفل الفضي. رجع لي صندوق لكله محله يا اخي جوعانه ترانا جوعانين ترانا جوعانين دخل لي السياره خلص. ستوقع بعد الحركة السيفر هالمرة مكاوي رح يتحالف مع الكل ضدي. ومتوقع انه يصير شيء خطير بالبيس وارجع مثل ما قلت لكم مكاوي يخلينا نطلع بدون لبسنا من البيت. العب يا مدير. هيك؟ السلامي ما فهمت.
Here we go. يلا بس بدي ركزوا المودي عندي واللي ولا اللي عند منكر. الحين 50 شخصية داخل اللعبة اوكي. رجان اي شخص من عندي يروح بشوفه عم بيسب التعليقات عن منكاله او اي شخص بيجي راح يتبنى تمام. شخصياتنا بالحقيقة ما بتمثلنا ابدا جوا اللعبة، هاي مجرد لعبة عم نسوي هالشغلات لحتى انتم تستمتعوا وتنبسطوا، ولكن بالواقع احنا مو فهمتوا علي وصلتكم الفكرة. فأي شخص من عندي أول شيء بروح بشوفه معلق لمن قاله تعليق بيجرح دعسناك ما بعرف إيش والكلام الطالع نازل الفاضي تبع الكرينج من عندي رح يبلعبان. ضربت لعن شكلك نقزتني. ليش؟ أنا قلت إيش طلع فجأة هيك اللي صار أصدقائي وصلنا على بيسنا بلشنا نطوره ونرجع الموارد ونحصن بيسنا على أساس بشكل أكبر، ولكن قدام ممكالو ما أتوقع شيء واقف أو أي تحصين واقف لأنه بالتأكيد ممكالو ما رح يسكت ورح يشلحنا أم البيس كله. شغلة تانية مهمة، إذا ما شفتوني عم نزل رشت وسكم أو عم بث الفترة الجاي بيكون لأنه انتقلت من بيتي وبدي فترة لحتى أرجع ظبط وضع النت والكهرباء وهالقصص، فانتظرونا لأنه رح يصير في نت قوي ورح تصير بثوثنا أحلى ورح إن شاء الله نظبط شغلات أحسن. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة وبالأخير شباب مثل ما قلت لكم لا تخلطوا بيننا وبين الألعاب. I love you جميعا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهي الحلقة واستمتعتوا بهي السلسلة ونشاويين. I love you.